الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجيه بانتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي. الوضع في لبنان خطير، الوضع في غزه خطير، علينا ان نضغط حتى نحاول ان ننقذ ما يمكن انقاذه ووقف اطلاق النار. اهو اتكلم مع بلينكن النهارده. ايضا اتصل الدكتور بدر عبد العاطي بنجيب ميقاتي رئيس الحكومه اللبنانيه. احنا مع لبنان، مع الشعب اللبناني في هذه المحنه التاريخيه والنكبة الجديدة التي حطت على المنطقة وعلى لبنان. أيضا نفس الكلام كان مع المبعوث الرئاسي الفرنسي في لبنان جان إيف لودريان، والنقاش بين وزير خارجية المصري وبين المبعوث الفرنسي اللي كان وزير خارجية من أقدم وزراء الخارجية في فرنسا وأمرهم حول محاولة نزع فتيل الأزمة في لبنان. أعتقد أنه الوضع النهاردة